نحو دولة الأمن والاستقرار والمشاركة السياسية، احتفلت التيارات السياسية والمحلية في محافظة شبوة بإعلان وتدشين أول فرع للإئتلاف الوطني الجنوبي وتشكيل قيادته تحت مظلة اليمن الاتحادي. أؤكد بأن الإئتلاف الوطني الجنوبي هو ملك لأبناء الجنوب، لن يكون ملك لقبيلة أو محافظة أو فئة معينة، فهو ملك للكل. وأننا بهذه المناسبة ندعو كافة المكونات الجنوبية إلى إعادة التفكير في مبدأ التسامح والتصالح. الائتلاف الوطني هذا يرى أن بوابة حل القضية الجنوبية يكمن في قيام دولة اتحادية ديمقراطية وفق مخرجات الحوار الوطني وتحقيق الشراكة السياسية والمجتمعية وإرساء دعائم الديمقراطية والمصالحة الوطنية. تأسيس فرع الائتلاف الوطني من شبوة الذي تكلل مخرجات ومنها اتخاذ قيادة أو هيئة تنفيذية برئاسة الشيخ مقبل بلكرش وعدد من قيادات القيادات الوطنية التي مكونة للطيف الجنوبي في أطار محافظة شبوة، فنجاح باهر ونبارك هذه الخطوات. خلال السنوات الماضية ظهرت مكونات جنوبية تفردت بالقضية الجنوبية على أسس جهوية ومناطقية كما يرى البعض، إلا أن إعلان هذا الائتلاف يمثل استمرارية العمل السياسي الجنوبي ويقطع الطريق على كل من يريد أن يتفرد بالقضية، علاوة على أنه يكفل لكل جنوبي الحق في المشاركة والمطالبة بوضع حلول للقضية الجنوبية تحت سقف الحكومة الشرعية. من هنا ومن مدينة عتق يعلن الائتلاف الوطني الجنوبي عن تشكيل أول قيادة محلية في المحافظات لتشكل رافدة للعمل السياسي الموحد، حيث تعمل على تعزيز مفهوم الدولة الاتحادية. أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة.